تحسن أسعار النفط الذي شهدناه أخيراً سيساعد بالتأكيد الأرقام المالية لهذه السنة لدول مجلس التعاون الخليجي. الأرقام الحالية ستبدو أفضل بعض الشيء، لكن هذا التعافي لا يغير في الواقع من التوقع الجذري لدول مجلس التعاون أو التحديات التي تواجهها. عليهم أن يعملوا على خفض الإنفاق على مدى السنوات الخمس المقبلة وإيجاد سبل لزيادة الإيرادات بمعزل عن النفط. هم يبحثون في أن تكون الضريبة على القيمة المضافة إحدى هذه الوسائل، وهي ضريبة جيدة ونحن ندعمها.